لا لا لا، هو محمد شحاته، هو محمد شحاته الراجل ياخد ما هو مكانه يعني، هو الراجل مكانه ونجح فيه مع منتخب مصر. التشكيك في ايه؟ او انت لا، الراجل عنده الامكانيات، المستوى الدفاعي والمستوى الحته الهجوميه وعنده الخبرات، وانما زياد فوق دماغنا وكل حاجه، انما التوقيت اللي ياخد فيه مهم جدا. دي مباراه كبيره وبدايه موسم، مش هيستحمل لا قدر الله ان اخطا. الولد كويس، الولد كويس، بس لسه في مساحه كبيره ان ياخد فيها، وتوقيتات معينه غير دي. اعتقد ان محمد شحاته هو الانسب والافضل، اتمنى ما يحصلش غير كده. مفيش الماتشات دي ما فيهاش تعويض، انما هو الانسب من وجهه نظري. الراجل بقى بخبراته بقى يعمل الحته الانسجام او التوليفه الجيده اللي تخليك على مدار المباراه يبقى في توازن ما بين الحته الهجوميه والحته الدفاعيه. فانا ممكن احط واحد من المحطش حتى يسنده في قلب الملعب، فبالتالي ومهما يكون ما هو مين، فلا محمد شحاته من وجهه نظري هو الانسب والافضل ومكانه، وتستفيد يعني تستفيد منه. وده لا، انا من وجهه نظري هو الاكثر خبره والاكثر تواجد، وراجل لعب منتخبات يا جماعه. فربنا يوفقك ويكون موفق في الاختيار ان شاء الله. انما من وجهه نظري الانسب محمد شحاته مكان دونجا على طول.